مارادونا. نبغي مارادونا، نبغي مش واحد مسلم يبغي مارادونا. قول لي شاك ايش شاك داير اشتاو شاك داير. انا قلت والدينك يعني يعزوك سماوك يعني يعطوك اسم شباب، اكيد يسموك عبد الحق ولا يسموك اسم شباب، وانت راح دايره باسم يعني انسان كيفاش مغبرج وانسان ما فهمتش. نورمالمون انت ملحد، نورمالمون ذو الصوالح ما تدخلش فيهم، نورمالمون انتم الملحدين ما تدخلوش روحكم في الصوالح اللي خاطينكم. لا انا ندخل انا ماكر انا، لانه علاه الملحد؟ وشنو الملحد؟ ملحد راه انسان كيما انت، راه ولد بلاد كيما انت. يعني انا ولادي يعطوني، والدي يعطوني اسم ميهوب، كنت نقدر نغيره، راني رغم اني راني 30 سنه نغيره لالكس اندري روبير اسم كيفن، مي انا والدي يعطوني اسم، كيفاش نروح نسمي روحي مارادونا؟ تقدر تفهمني؟ وهذا سؤال، ما رانيش نضحك ولا يمكن انت عندك حجه، يمكن عندك ان ارغيومون، مي انا توجور خلعتني كيفاش واحد والديه عطاوه اسم يروح يعني يحشم بهذا الاسم ويسمي روحه مارادونا، يسمي روحه مانيش عارف انا. تقدر تفهمني؟ بصح هذا موقع افتراضي يسمى تيك توك، انا دايره غير لك تعرف تيك توك فيسبوك ماشي حياه واقعيه. انا اسمي ما يحطو حتى الفيسبوك ما يهمش. يسمى انت كي تدخل لي في حياتي كي منك يسمى ما يغلطكمش الحال كيما خلقكمش تصوموا هنا في الجزائر. ما تخلكش في حياتك، انا سقسيتك فقط، ما قلتلكش ما تديرش. كاين فرق بين اني قلت لك ما تديرش وفرق اني سالتك، يعني قلت لك كاحساس، مازال ما فهمتش. كاين فرق بين انك تعبر على الافكار تاعك، بيان سور الافكار تاعك تقدر تقول لواحد علاه ما تصومش ولا، بانك توصل تنفذ هذاك الامر كما يقولوا. كاين فرق بين اكت كل يعني لما تدير الحاجه هذيك، فرق كبير. مازال ما فهمتهاش، ندير لك بالقرصات والخشيبات. او معليش نروح معاك على بالي، معليش نروح معاك. انا نبغي مارادونا ندير اسم مارادونا مليحه اخويا بصحتك. بصح واش الشرك داير اليوم؟ واش راك صايم ولا كيفاه اليوم؟ ايه لا اليوم انا نحكوا على عائشه رضي الله عنها، يعني اللي دارت يعني الشيوخ نتوعك بكل بساطه راهم فحمونا فيما يخص بالرد على عائشه رضي الله عنها وارضاها. قال لك اخويا الا تعرف جدتك روح شوف جدتك، قال لك سقسيها غادي تحكي لك روايه عن فلان ان خالتي فاطمه تزوجت من كانت صغيره. واش رايك في هذا؟ يقولوا بكري كانوا يتزوجوا على 12 و11. علاه كانوا يتزوجوا في رايك؟ علاه صغار مي كانوا صغار؟ انا كانوا يتزوجوا صغار باسكو والله ما على بالي انا صوالح تمنيك هذا، والله ما نامن بها انا تاع اسمعوا تاع زوج صغيره وزوج كبيره وزوج بتسعه بتسعه. ما تامنش باللي راسو تزوج واحده صغيره، انا دوك سوال ما نامنش بهم باسكو تاع قالوا. قال انا واحد كون يحكي لي صرات دبزه في فيلاج فلاني ما نامنوش، انا اللي قشو بعيني ياك فاهمني. والله شفتو بعينك. ما شفتوش؟ كيفاش تامن به؟ مانيش مامن به. انت كافر؟ ماشي مانيش مامن به، ما يهمنيش الا كاين ولا ما كاينش. الله انا ما تهمنيش الا كاين ما كاينش، انا ما ناذيش الناس وصايم. يعني انت مجوع روحك من اجل الله وتصلي؟ يعني معليش ولا راك مانيش عارف ولا راك تكذب جو سي با ولا تصوم هنا. كيفاش تصوم الحاجه ما شفتهاش بعينيك؟ يا بصح تصوم انا في الجزائر واش بيك؟ انا تصوم انا كون ما تصومش انا يقتلوك قادر يضربوك واش بيك؟ يا بصح تقدر ما تصومش في الخفا. وين في الخفا؟ تعرف هنا ديارنا وحياتنا كيفاش دايره، ما ساكن وحدي انا واش من الخفا؟ لازم تصوم معاهم وكي داير تصوم اصلا. واش من الفايده كي تفطر والناس قاع صايمه وراي الفايده؟ وراي البنا الناس قاع صايمه وانت فاطر، وراي الفايده اصلا؟ وراي الفايده؟ انت تسمى راك تامن بربي غير خوف، تامنش بالله. ماشي خوف، انا ما نكذبش عليك، انا دوك ربي كاين ما كاش، انا ما اذيش الناس ما سرقش ما ندير صور في الحرام. الا كاين ربي واش راح يعذبني؟ ولا ما كاش فاني نورمال فاهمني ولا ماكش فاهمني؟ لا مانيش فاهمك. كاين انت تامن بربي ولا متامنش؟ متامنش بربي بس ما شفتوش تاع متامنش به. ماشي ما نامنش به، دروك انا الا كاين حاجه كاين ربي. بون يعني شكرا، خمم مليح واش كنا نحكو، خمم مليح لا لوجيك واش درت دروك. وانت انسان كبير تبان كبير، خمم مليح وفهم روحك. كيفاش ما تامنش بربي ولا ما تامنش؟ قلت ايش انا لازم نشوف ما نامنش. مرتين السلام عليكم. السلام عليكم ميهوب، صحة عشاك.
صح عشاك خويا، وصح فطورك وشراك حبيبي. بس عندي حديث بقى حاب نقوله لك، اذا تسمح لي نقوله لك، ما تسمح ليش نورمال. يقوله لي يقوله لي. يا خطر قال لك: اتيت النبي وهو يشتكي ويقول اع اع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا حديث صحيح في البخاري. هذاك تكيل، هذاك تكيل، هذاك معليش فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ يعني انا مساهم في كلامي غاية كلامي الغاية. واضح. شوف انا جميع عندي النفاق مع اصحابي ولا مع الجهات المتدينين. انا نقولها ما اصحابي نقولها لهم، ما عجبوش الحال يروح، باسكو انا على بالي، على بالي خلي واش الخدمه نتاعي لا احتاج اتكلم عليها. انا صراحة صراحة ما نديش بيبليسيتي ونبقى نقول لهم انا درت وعملت وخلي روح. يعني الشهاده تاع اليوم تاع اليوتيوب تاع الاشياء الاخرى خلاص، ونقولها لكم قارعوا شهرين ثلاثة غادي تشوفوا هذا العمل هذا، وما مقارعوا ان بيريود تشوفوا لالجيري وتشوفوا ليبي. لا راهي تطور الخدمة، راهي تطور. يا الحمد لله على نعمة الإسلام، ولا يا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صاحبي واش راكم يا جماعة الخير؟ ما بغيت نحكي لكم اليوم، قلت لكم كنت نيجيريا وسمعت واحد الفيديو. راني مخلوع، هادو شيوخ الاسلام بون راهم يجاوبوا منها، نهضروا لا فيريتي للاسف، باسكو كانوا يهضروا على التيك توك. مي رانا نشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي، مي اللي خلعتني الاجوبه نتاعهم. بيان سور الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتهي النساء قط، وكان كل زواجه حكمه. ما هي هذه الحكمة يا شيخ؟ قل لي ما هي هذه الحكمة، ما هي الحكمة من هذا الزواج؟ لأنه كان صديق أمين، هذه الأولى لازم تعرفها. كان الرسول صلى الله عليه كله كان يناديه صديق أمين. كيفاش نعرفه؟ أسكو كاين واحد من قريش كافر مات كافر كتب لنا هذا الشيء؟ نو. تخيلوا أنا دروك على 300 عام نموت، أيام بعد يجوا كاع يجوا الناس يقولوا لهم ميهوب كان صديق أمين، يقولوا المسلمين كاع كان يقولوا ميهوب صديق امين. كي يجي واحد يقول له لا بريف، اسكو عندك لا بريف واحد مسلم كتب كاش كتاب لنا؟ يقول له غير الملحدين اللي كانوا معاه هما اللي شهدوا، لانه ما تعرفوا شكون اللي يكتب التاريخ. كي يقولوا الرسول كان صديق امين، كيفاش نعرفه؟ اسكو كاين ناس يعني عندنا كتب، عندنا شهادات من عندنا شهادات اسلاميه، واش غادي يقولوا لي اسلاميه؟ هي تقول يقولوا باللي كان القريش وكان فلان ويقول عليه صديق امين. مي اسكو عندنا تاريخ ولا عندنا ادله من الطرف الاخر تقول هذا الكلام؟ بيان سور كونو. هذه الاخرى. وبما انه يعني بطبيعه الحال راكم تفهموا، بما انه كان صديق امين فكل عمله يجوز. عائشه تجوز، ماريا القبطيه تجوز، صفيه تجوز، يعني هذا الكلام فيما يخص شهوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه يعني اتس تايم تو توك اباوت ات، تعاود وتعاود وتكرر وتكرر وتكرر. مش تهضر على السواك الرسول قال انت عندك جايين عندك 200 واحد ولا 300 واحد باش تعطيهم حاجه تقول لهم الرسول قال قال الاخرى نتاعو. المهم الجواب تاعهم هذه هي، بشوفوا باش يبداو الخبث. يعني ما هيش تلقائيه كلامهم، راهم زعما حضروا لها وداروا دراسات وداروا اجتماع، كيف نرد على هذا الملحد الغبي، هذا الكافر الغبي. هذه حكمه. ما هي الحكمه؟ الحكمه ان الرسول تزوج من النساء لنشر الدعوه، ولل كما يقولوا كيفاش يديروا باش يكون عنده العلاقات المتينه مع قبائل اخرى وشعوب. انا خلقناكم امازيغ واماعيز وشاويه وعرب وكذا لتعارفوا وتقووا. يعني هذا الكلام الفارغ اللي ما عنده حتى شيء. من تقول له اعطيني مثل، اعطيني مثل على من؟ عائشه. عائشه ما عرفوا الصور تاعها، كان صاحبه حفصة، كان صاحبه مين؟ الآخرين هذوك ما ترجاهم وداهم، ولا مين؟ صافية. صافية وقت أوكي يقصد بلي أنه لما قتل كاع الرجال وجاب النساء باش يدير تحالف مع النساء، مع من؟ قال لك الجويرية. الجويرية من؟ الجويرية هنا كانت سابية، راهي دخلت تسلف دراهم على الرسول، كانت جاية تطلب مال من عند الرسول باش تحرر نفسها باش تدفع الأخرى نتاعها. فلما رأتها عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح قالت لك كي شفتها عرفت بلي الرسول غادي يقول لها هنا يموت، هنا يموت موح.
قالتها في الحديث يا دين ربي، حديث عائشة رضي الله عنها، قالت لك عائشة لما شفت الجورية دخلت على الرسول قالت قلت هنا باللي غادي هنا يموت مومو ما تخرج من عنده، وتزوجها. نفس الشيء لما ذكر له جمال صفية، خلاص. يعني هذه الكلمة هذه الحكمة لم يهضروا عليها باش نرجعوا للشيوخ، بس كون هما ما نكذبش عليكم اللي راه يتبع شوية الأجوبة نتاعهم سواء وانا هنا في التيك توك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، راهم يوصلوني ما شافش راهم يوصلوني فيديوهات، سواء هادو لي زاموتير لا ما يديروا لي فيديو بس توشاو تاع الصح وما لقاوش واحد يعاونهم، ولا ما يسمى بالشيوخ التوأم الكبار زعما الإجابة. وهذه نسيت باش نقولها لكم البداية، هي كذلك إنه كان صديق أمين وهذا ملحدين زناديق ليس لهم أخلاق إنه ينكح أمه. وهذه شبهة أجاب عليها علماؤنا، يقول لك هذه البداية، ولو كانت هذه شبهة صحيحة لسقط الإسلام. الإسلام له 1500 سنة وما درت له والو، واليوم يأتي أشباه الملحدين وأشباه كذا وراح نديروا حاجة. هذه الكلام الأول، ومن بعد يروح لك في التفاصيل. تفاصيل الحكمة، الحكمة الأولى هي تحالف الرسول، تزوج بالعديد من النساء وقام بهذه وهذه لأجل تقوية نفوذه والتحالف مع الناس. كي تحوس تقول لهم أعطوني أمثلة، لا يوجد. أنا من اللي تزوج بهم والأخرين كاع كان يعرفها. هذا الشيء ويدور يدور 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 وبينزل. والرسول ولو كان أحد، هل يعلم ميهوب وجماعته أحسن من أبا بكر؟ يعني لو كان صحيح هذه القضية، علاه ما يسبوش قريش؟ لماذا لا يتكلم اليهود فيه؟ علاه ما يتكلموش فيه؟ علاه ما يسبوش؟ ولو كانت هذه صحيحة، هل أنت أعلم من أبا بكر؟ كيف أبا بكر الأب نتاعها هو اللي أعطاها له وأنت أعلم منه؟ أنا خلعت اليوم على الأقل يعني 9 فيديوهات اللي شفتهم اليوم، كان فيهم 3-4 تاع دي زاماتير بياس اللي عندهم شوية متابعين، الآخرين شيوخ عندهم الآلاف المؤلفة تاع المتابعين، اللي زعما راهم يجاوبوا علينا، لأنه عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هدمتهم. وبياسر فاسأل جدتك. والمصيبة حتى القرآنيين وحتى المؤولين حتى هذا الناس اللي يدعوا أنكم شفتوا هذاك وسيم يوسف يقولها ما يحشمش، يعيطوا له دكتور وعنده ملايين متابعين، وقال هذاك الجزائري اللي راح عنده كان يهدر علينا، قال له قل له اسأله عن جدته، قال له قل له خلاص يعني. والإجابة تاع جدة يعني وليت نحشم باش نجاوبها، يعني ولا يقارن جدا. ولماذا هذا الشيء؟ واحد اليوم الشيخ اليوم تاني وشفت مام عدي قلتك عدي قصي تاني جاب حط واحد الشيخ يهضر على نفس الشيء، سي نونغلي هو يهضر بلونغلي وكلش، باسكو وصلهم خبر عائشة رضي الله عنها وأرضها، دار فيديو زعما عنده متابعين بزاف، هذا عنده دي سونتان دي ميل، يهضر باللي حنايا رانا نهضروا غير في الفارغ وهذه ما كاش منها. وفي وسط هذاك الكلام كله تشوف هذه العجينه كاع في العجينه يعجن يعجن يعجن، في وسطها نعم تزوج الرسول عائشة 6 سنين ودخل عليها 9 سنين وهو الأمين الصديق وهو خير خلق. الله أكبر. نعم. ويقول لك باش تحفظ الاحاديث باش تحفظ القران تاعهم، يعني الاجابه نتاعهم كتصرف مي هي للبعض مقنعه بطبيعه الحال، لو ما يكونش فيه رده فعل ثانيه، لو ما يكونش فيه رده فعل من الطرف الاخر. مي احنا كيما بدينا هذه المعركه كيما يعني بدانا بالاشهار لامنا عائشه رضي الله عنها وارضاها وجات الجواب تاعهم، لو كان ما يكونش طرف اخر خلاص راح يسكتوا هذوك على الاقل اللي راهم في مرحله شك بعد جدتي، لأنه للأسف هذا هو العقل الاحتكام العاطفة عند الناس كثير اللي خاصة في هذه المرحلة. راكم شفتوا هذاك إسماعيل مش عارف ايش يسموه هذاك المصري اللي طلعت عنده أمينة تاني كتصرف، واش قال لها؟ كي سقساته قالت له كاين واحد جزائري ميهوب راه يضل يهضر على عائشة والناس يتلحدوا كذا وكذا، واش قال لها؟ قال لها جدتي، هضر عليها جدتي. كيف تعرف في الوطن؟ ومن بعد يدخل لك في أمريكا وأطفال غزة و كلها يعني تقول لك في هذه المواضيع. على بها انا قلت لكم يعني عائشه نمامو، انا اقترح ان شاء الله غادي نكتب للملك تاع النرويج نكتب له رساله، اقترحك عائشه ام المؤمنين جائزه نوبل للسلام. يعني لو كان عائشه ولا يكون الاسم تاعها مخلد يعني تكتب بحروف من ذهب كما كتبت هذاك الكتاب، يعني كما علمت الصحابه كما قالت لبنات اختها رضعوا لنا الرجال الكبار باش يدخلوا عليها باش تعلمهم العلم باش تعطيهم العلم الصحيح، يعني عائشه نوام تكون عندها يعني اسمها يكتب بحروف من ذهب
على واش راهي دايره اليوم، واش راهي يعني الاخرى نتاعها. ومش غير في هذه يا عم، مش غير في علاقتها مع الرسول، حتى في الاحاديث اللي رواتها امنا عائشه. الى كان واحد يعني عائشه لما تشوفها كانها فنلنديه، يعني انتقمت بطريقه ذكيه جدا جدا في الكلام اللي قالته على الرسول. بيسر السؤال يبقى مطروح، باش واحد يكون يعني كيف لام عائشه، يعني كيف للعلماء الأمة، يعني كيف خلوا هذوك الأحاديث وما نزعوهمش وخلوهم عبر العصور. ولكن أنا أظن التقديس الأعمى هو اللي الناس يعني لحد الآن ما تتخلاش على هذاك الحق. صاحبي صدقنا يا صاحبي، يعاونك ميهو بخويا. آمين يا رب العالمين، إن شاء الله بربي يعاونني. كي شغل راني نحصد ولا مانيش عارف شنو ندير. بون كوراج مون فرير، بون كوراج، بون كوراج. يعطيك الصحة، القرآن نقلع في مانيش عارف انا نبيع في الكرموز. قرنينة في القرنينة من الجباري. هذه ميهو بوحدها. اخويا الله يهديك اخويا، هذا ما كان. يعطيكم الصحة. انا قلت لك اليوم شوخوني الفيديوهات اللي وصلوني نتاع الشيوخ ونتاع الاخرين تاعهم على يعني الأجوبة الساحقة على عائشة، وخفت. ما ماشي خفت، مي كنت كيفاش يقولوا اكسايتنج، قلت يمكن يعني راح يكون فيها أجوبة اللي يمكن تطرح أسئلة تقول كيف يعني هذا الشيء هذا ما طرحناهاش، ما فكرناش فيها وكلش. ولكن نفس الكلام، جداتي كما قلت لكم هي حكمة لا يعلمها إلا الله، لماذا أبو بكر لم يتكلم، لماذا قريش واليهود وكذا لم تسب، وأمريكا وملكة فرنسا وملكة إنجلترا نفس الكلام. وبالنسبة لهذه على بها قلت لكم اليوم أنا حبيت نحكي عليها في اليوتيوب، ما نكتبش عليك. اليوم في اليوتيوب كي حليت كي فتحت ما كانتش عندي الفرصة، لخاطر اليوم كان يوم كما يقولوا سبيشال، يعني يوم خاص، كانت شهادات تاع إخوة من كل، يعني اليوم ما انخلعت يعني تقريبا تقولوا كاع العالم. كان واحد الأخ من إندونيسيا حكى لنا، وجا واحد مغربي من الصين حكى لنا القصة تاعو، وجات بنت شابة يعني من اليابان حكات القصة نتاعها، لأنه يمها طلعت البارح، و جو بونس يمها كانت كي شغل قالت لها أنا دخلت في الفيديو جو سي با سي تي فيير دو موا، إلا راكي تفتخري بيا. هي طلعت، هي اليوم طلعت هي حكت لنا القصه نتاعها في من اليابان، وطلعوا ناس واحد اخرين تاني من كندا يعني باش يحكوا لنا. بون اشتغون مانيش عارف راكي طالعه عندي باش تطلع عندي، يعني انا كافر وانت مسلمه، يعني ما تحشميش، يعني تخجلي تطلع عندي باش ديري اشهار. انا نحبك نطلعك ما كاينش مشكل، ولكن دير دينك يعني. ما يعني هل الاسلام يعطيكمش حتى الكرامه؟ يعني انت مسلم وتعرفي بان كافر، اننا زنديق، انا عدو الله، انا في جهنم خالد، ساصلى نارا ذات لهب، بس طالعه عندي باش ديري اشاره. اي بلا ربي نطلعك ديري اشاره، هي ها في سبيل الله، لانه احنا كفار ناس ملاح. طلعت واحده غلطه. السلام عليكم، صحة رمضانك، صحة فطورك. عليكم السلام. راكم مليح شيخ ميهو؟ ما مشكلتك مع أهل السنة والجماعة؟ مشكلتي؟ قلت لك ما هي مشكلتك مع أهل السنة والجماعة؟ أنا ما عنديش مشكلة خويا. ما شفتك بليزاغ فوا تتهجم على السنة وتتهم النبي بواحد الأحاديث اللي مكاش و أعوذ بالله. يا تقدر تسقم الصوت خويا؟ واه نقدر نسقم الصوت دقيقة. كان عندك الحس موراك تمك، الله يخليك. فهمت؟ كاين عندك الحس، شوف كيفاش دير هذا الحس. لا سيل فوبلي، او باسكو داير القران وكاع. قلت لك شفتك تتهم النبي بان النبي تزوج مع عائشه وهي بنت ست، ودخل عليها وهي بنت تسع، وتستدل بالايه القرانيه تقول لهم واللائي لم يحضن اولات الاحمال. هنا اللائي لم يحضن اولات الاحمال، اولات الاحمال مش اولات الاحمام، احمال الحامل. انا حسيت مولات الحمام، بصح ما كانش مش كثير. لا ما تستفزنيش يا زعما، انا ولد بلادك و لا لا حاشا حاشا، بصح مولات الحمام ثاني مذكوره في القران، بصح غير بعد نقول لك عليها. بصح فازي، شحال كان عندها فاش في ايه اللي كلاتها المعزه ولا فاش؟ شحال كان عندها عائشه؟ حسابات اللي داروها بعض العلماء اللي اجتهدوا، داروا حسابات 19 سنه يعني 21 حديث. هذو كيفاش نديرو هادو؟ بالك هما كان عندهم هاد، كانوا باغيين يدوا يزوجوا مع الصغارات و ايوا حصلوها في النبي. قال لك نخرجوا حديث على النبي ونسبوه للنبي باش نمشوا المصالح تاعنا،
لانه لو كانت لاحظت اغلب الاحاديث تعمل لصالح اشخاص معينين فقط. وهذيك تعلم ما قضى زيد منها وطرى زوج فزوجناك. اسمع هذيك واش هذه آية من صناعة إبليس. وشنو؟ هذه آية من صناعة إبليس. هذا وحي إبليس. راك تتمسخر ياك. والله العظيم. غادي نمو ندير لك بلوك تاعي باش ما نطلعكش. نمو ندير لك بلوك فهمت؟ نعمل لك بلوك حتى إلى آخر الدنيا. استغفر الله واتوب اليه. قلت لكم اليوم واحد الحصه تاع ننصحكم تشوفوا هذاك الفيديو في اليوتيوب. خلعوني اليوم الشهادات ما تقريبا ما حكينا والو, حكينا غير القصص تاع الخروج من الاسلام نتاع الناس من كل العالم. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اخويا. ان شاء الله سيكون شكون يحب يطلع. اذا كنت من اهل السنه والجماعه وكنت اخ مسلم محترم فقط محترم اعمل رقم واحد. اذا كنت رقم اذا كنت من اهل النار وهذوك من اهل اعوذ بالله اللي ما عندوش الشرف اكتب رقم اثنين محمد الصادق الامين. يا محمد الصادق الامين اذا درت رقم واحد اكتب اطلب يا اخي اطلب اطلب محمد الصادق الامين. اذا ما عندكش العدد الكافي كيفاش غادي ندير لك انا يا سي محمد اذا ما عندكش العدد الكافي. إذا ما عندكش العدد الكافي كيفاش ندير لك؟ يعني سبحان الله. يعني اطلب اطلب لازم تطلب يا أخي. إذا كنت ملحد فقط بالصحة القصة نتاعك إذا كنت طلعت معايا من قبل أنا لا أناقش الآن حتى في آخر الحصة نطلعكم نتحكم. أزول فلاش يا حبيبي صحة صحة عشاك. وش راك ميهوب لاباس؟ لاباس خويا. والله غير شوف صافي ان كرون بليزير كي طلعت نشوفك برك باش نسلم عليك خويا فاهم, ونقول لك باللي راك دير فيه خدمة كبيرة بزاف بزاف وجوتو كوراج والخدمة تاعك راهي وصلت بارت ورايكي بار اكزومبل هنا في الشرق الناس كل يسمعوا بك الناس كل يهضروا عليك وناس بزاف تاثروا بالافكار تاعك. والله فريمون جوتو تير شابو هذه اللي حبيت نقولها لك. وحبيت نقول لك برك ميهوب على هذا سيدي يحيى اللي طلع راهو انسان شويه مقود او بس قال لهم انني من سلاله الرسول وشفتو في قدام لايف قاعد يطلع ويحكي قال لهم انني من سلاله الرسول وقال لهم انني راح نكتب شغل دين جديد راح نكتب لكم دين جديد دعموني وندير لكم كتاب جديد دين جديد. دونك او شويه مقود في راسه هذا ما كان. واما انت وليكيب تاعك كامل فريمون ولا غير يعطيكم الصحه ميهوب خويا جوتو تير شابو بون كوراج هذه هي اللي راح نقولها لك وبسلامه وتهلا في روحك بزاف ولا بروشان ان شاء الله. هيا بون كوراج خويا بون شون. يعطيك الصحه داني يعطيك التنمير حبيبي يعطيك الصحه وشكرا على خويا يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه انتوما على الحب والامور. هذا ما نكذبش عليكم كيما راهم يوصلوني هذو لي يمكن اول مره في خلال ربع ساعه دقيقه خويا يعني نهضر اول مره. جو زونتون با مو بونسوار حبيبي. بونجور بونسوار. راني نسمع والو حبيبي. وين ندير لك انا طبيب تاع وذنين؟ نو جونتون ريان. وانا طبيب تاع روح للطبيب عاود ما انا عاود هبط وعاود رفاك لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله وأتوب إليه. عاود عاود سقم صوت تاعك وعاود اطلع حبيبي ما كاش مشكل. استغفر الله نساني هذا كاع واش حبيت نقول. الله يهدينا أخوتي الله يهدينا. قلت لكم يعطيكم الصحة أول مرة في ربع سنوات هذه الأخيرة خاصة الربع سنوات اللي نتكلم عليها اللي الحب راه يغلب الرسائل تاع الحب ونتاع السيبورتر اللي راهي توصلني أكثر من هذوك السبان والتهديد وكلش ما نكذبش عليكم. وهذه راهي فرحتني مالغري أنا ما نكذبش عليك ما على باليش ما على باليش ندير واش في راسي لو كان كاع
لو كان قاعد 99.9% كونتر ليا، بلا ربي ماني محبس وبلا ربي ماني مبدل رايي. ولو كان نبقى وحدي كيما قلت، نبقى نهضر كلمه بولي نديرها. مي سي لا بروميير فوا لي الرسائل تاع الحب ونتاع نتاع كيفاش يقولوا السيبورت وكلش، اللي هي راهي توصلني اكثر. وما نكذبش عليكم، هوني دي زات ريما دي فوا نكذبوا على رواحنا ونقول انا ما نحتاج وجي با بيزوان، جي با بيزوان تاع هذا الفيدباك وكلش. مي والله غير صامتوش، ما نكذبش عليك، ما راهي خلعتني. ما كنتش نظن ان راح نوصل لهذا الدرجه نتاع انه الناس يعني تسيبورتيني بهذا الشكل هذا، ولا حتى ولو مورالمون. مي راهي ميرسي، نقول لكم يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه. وانا تاني نحبكم ونموت عليكم. خويا انا نحب نطلع ناس، مانيش عارف. السلام عليكم، واش خويا صافا؟ لاباس الحمد لله، وانت كي راك داير؟ الحمد لله. ويا روماركيت بليك شغل بين الملحدين ولا دينيين والربوبيين وهذا كاع، روماركيت بليك شغل انت اللي عندك، انت اللي فيك عندك الباقة فيهم كاع، فاهم؟ انت المربي فيهم بالمختصر. فهمتش علاش شغل يسبوا ويطيحوا خشان؟ فهمتش يا خونا علاش الملحدين يسبوا؟ ماشي يسبو، ميك شغل يهضر باستعلاء، فهمني؟ شغل هو ربها وانت ما كان والو، انت زيرو، المسلم هذاك زيرو، فهمتني؟ لا لا، ما جي بونس با.